التبرك طلب البركة ينقسم إلى قسمين. 关于寻求吉庆，分为两个方面。تبرك مشروع وتبرك ممنوع. شرك. 第一方面就是教法允许的寻求吉庆，第二方面是教法不允许的禁止的寻求吉庆。التبرك المشروع كأن يتبرك مثلا إما بأمر شرعي أو بأمر حسي. الأمر الشرعي.يعني مثلا نتبرك بقراءة القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحرف الواحد بعشر حسنات إلى 700 ضعف. نعم. 在寻求合法的寻求吉庆方面，比如在通过读古兰经寻求吉庆啊，寻求很多的回赐。أو بأمر محسوس ملموس رأيناه مثلا الآن مثلا علم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وضع الله سبحانه وتعالى في علم هذا الرجل بركة. نعم. 再有从我们知道遵循顺带的学者呢得到有益的知识来获得吉庆，比如大姨妈通常说的大姨妈阿布哈尼法他的教法知识，我们学习他的关于教法方面的知识从中得到吉庆。إذا لم يثبت في هذا التبرك شيء لا شرعا ولا حسا ينتقل من التبرك المشروع إلى التبرك الممنوع. 如果没有教法规定方面的寻求吉庆，也没有像刚才讲到的从感知上的知道通过追随学习学者的教法知识寻求吉庆。除了这些合法的寻求吉庆以外的寻求吉庆都是非法的。يتمسح بالأشخاص، يتمسح بالأحجار، يتمسح بالقبور، تربة القبور. 有人通过抚摸摸别某摸某个人或摸什么树啊、偶像啊、摸坟墓啊来寻求吉庆，这些都是非法的寻求吉庆。هذا شرك أصغر. 这都是。属于一种小举办的行为。عندنا كثير من الناس هدانا الله إياهم يعقد عقد على الأشجار. 还有一些人放一些护符啊，放在这挂在一些树上啊，这些都是非法的寻求吉庆。نعم ويعتقد أن هذه الأشجار تحل في هذه الأشياء عقد البركة. 他们认为挂上某些东西会获得吉庆。يضع قفل أحياناً. 也有人。放一些锁。هذا كله تبرك ممنوع من الشرك الأصغر. 用这种方式来寻求吉庆都是举办。قد يصل إلى الشرك الأكبر. 这些举办有可能达到大举办的程度。نعم.